مرة أخرى أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الانطلاقات وبهذه الأمسية التراثية المتميزة التي شاهدنا بها المنافسة والتحدي مع شعارات أصحاب السمو والشيوخ والسعادة المتواجدين من أجل التحدي ومن أجل المنافسة. انطلاقة الشوط السادس لفئة اللقاية القعدان ينطلق من مسافة 4 كيلومترات ضمن فعاليات المحلي الخامس بيومه الأول بأول تحديات هذا المحلي. نتابع هذه الشعارات المتواجدة والمتنافسة من أجل الناموس ومن أجل الانتصار. نتابع تحديات المقدمة وصدارة الشوط. أول الأسماء، أول المندفعين هنا الكاسر لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني مع البداية يتواجد في مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني أتابع سباح لهجن الغرافة المدهج سالم بن عامر المدهوشي هنا يتابع ويراقب هذه المنافسة وهذه التحديات الجميلة مع هذا الشعار المبدع دائما وابدا في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. نتابع المركز الثالث، انتقل مباشرة مع هذه الشعارات المتواجدة والمتنافسة من أجل التحدي ومن أجل الانتصار. نتابع المنافسة ونتابع المركز الثالث هنا الزاجل لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز الثاني عبد الرحمن بن سالم الكبيسي في المتابعة والتضمير يتسلل بدوره الزاجل إلى بداية هذا الشوط، بينما المركز الرابع أتابع هنا جلمود لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية يتابع جلمود الذي يحتل المركز الرابع. انتقل مباشرة مع صاحب المركز الخامس يتواجد حتيش لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد الثاني عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك في المتابعة والتضمير. هذه نتيجتنا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى التي تسيطر وتنطلق في موقع التحدي والإذاعة، بينما هناك المقدمة مع الزاجل الذي تسلل وانطلق مباشرة في المرتبة الأولى يتواجد بشعار سعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز الثاني عبد الرحمن بن سالم الكبيسي يتابع الزاجل الذي يحتل المركز الأول ويتواجد في هذا الاندفاع والتحدي والإبداع مع هذا الشعار، بينما سباح يتواجد أو الجلاوي هو من يحتل المركز الثاني بينطلق بهذا التحدي بشعار هجن الغرافة بتحديات هذا الشعار المتميز والمبدع دائما. يتواجد المدهش سالم بن عامر المدهوشي يقدم لنا الجلاوي على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع الانطلاق مع جلمود لهجن الشحانية وبمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الرابع هنا يتواجد الكاسر لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، بينما المركز الخامس الذي بدأ يتسلل بدوره إلى المركز الرابع مزيان لهجن الشقب بمتابعة سعيد بن عبد الهادي الشهواني وصل بأول نداء مباشرة إلى موقع التحدي والمنافسة مع مزيان الذي بدأ هنا يتحرك من موقع إلى موقع وصل مباشرة إلى المركز الثالث وعينه على صدارة هذا الشوط. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى للخمس الأسماء الكبيرة التي تتواجد في هذه المنافسة. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، الزاجل مع البداية ما زال متربعا على عرش الصدارة بتحديات سعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز الثاني عبد الرحمن بن سالم الكبيسي، ولكن الجلاوي تسلل الجلاوي بشعار هجن الغرافة المدهش سالم بن عامر المدهوشي متواجدا في هذا التحدي منطلقا مع البداية يقدم لنا عطاءات. الجلاوي مع المركز الأول ينطلق ويتسلل في المرتبة الأولى، بينما مزيان على المركز الثاني بشعار هجن الشقب غادما في هذا التحدي وقادم هنا سعيد بن عبد الهادي الشهواني يتابع مزيان على المركز الثاني. المركز الثالث مبعد لهجن الشحانية الذهبي سالم بن فران المري، ولكن نعود
العود مع الجلاوي وهجن الغرافة في هذا التحدي متواجدة في هذه المنافسة. بدت الحركة مع الجلاوي، بدأ يتحرك هنا، ينطلق مهديا السلامات إلى أهالي الغرافة في هذا التحدي وبهذا التميز والإبداع من هذا الشعار، من هذا المميز والمبدع دائما. هجن الغرافة تنطلق بناموس هذا الشوط، تهانينا والمبروك لهجن الغرافة وتهانينا للمدهش سالم بن عامر المدهوشي من قاد الجلاوي محققا ناموس هذا الشوط. تهانينا والف مبروك على هذا الانتصار، وسلام لهجن الغرافة، سلام على ناموس هذا الشوط. تهانينا للمدهش سالم بن عامر المدهوشي المركز الثاني مزيان لهجن الشقب بمتابعة سعيد بن عبد الهادي الشواني، المركز الثالث مبعد لهجن الشحانية بمتابعة سالم بن فران المري، المركز الرابع وصل الزاجل لسعد الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز الثاني بمتابعة عبد الرحمن بن سامي القبيشي، المركز الخامس مركز الخامس سباح لهجن الغرافة أيضا المدهش سالم بن عامر المدهوشي. هكذا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل تابعنا المنافسة والتحدي، فكان الجلاوي حاضرا متوجا بناموس هذا الشوط محققا هذا الانتصار من مسافة الأربعة كيلومترات، 6 دقائق 5 ثواني 29 جزء من الثانية. تهاني وناموس لهجن الغرافة وتهاني للمدهش سالم بن عامر المدهوشي من غاد الجلاوي إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. المركز الثاني وصل مزيان في المركز الثاني بشعار هجن الشقب غادم في هذا التحدي بتوقيت زمني وغدره 6 دقائق 9 ثواني 91 جزءا من الثاني. تهاني وناموس لهجن الشقب وتهانينا لسعيد بن عبد الهادي الشهواني. المركز الثالث وصل مبعد 6 دقائق 10 ثواني 49 جزءا من الثاني. تهاني وناموس لهجن الشحانيه وتهاني للذهبي سالم بن فران المري. تهاني وناموس لجميع